هاي يا جماعة، أنا كنت عايز أوريكم حاجة بس هنا. مش عارف الناس تعرفها ولا لأ، أنا بقالي كتير ما نزلتش مصر، حوالي سنة ونص، فمش عارف الاختراع ده وصل لكم ولا لأ. هو كان نكتة في يوم من الأيام في المسرحية بتاعت عادل إمام، بطيخ من غير بذر عشان الزعيم يلهط على طول. فإحنا في أمريكا فعلا البطيخ من غير بذر. أنا جبت البطيخة دي ب 3 دولار من الوالمارت ونسيت، طب هي طبعا سيدلس أو من غير بذر. والوول مارت البطيخ بتاعه من أردأ أنواع البطيخ، يعني لو عايز بطيخة كويسة هتجيبها من محل تاني اسمه بابليكس أو محل اسمه هول فود. ده اللي هو بيبقى يعني البطيخ الكويس أو الأكل بتاعه تضمن إن هو كويس يعني. فحبيت أوريكم إن البطيخة سيدلس، البطيخ في أمريكا يعني 99.5% منه هو والعنب، مفهوش بذر خالص ولا بذرة. ودلوقتي بقى نخرطها ونشوف طعمها حلو ولا لا. من الحاجات التانية اللي عايز اوريها لكم برضو، يمكن تكون في الموجودة في البيوت الهاي كلاس في مصر او البيوت الاغنياء في مصر، انما هي ما كانتش موجودة في بيتي انا في مصر، ان هنا في حاجة اسمها garbage disposal. ايه ال garbage disposal ده؟ او حاجة كده عبارة عن لو رميت زبالة في الحوض بيتسد، طبيعي ان هو طبيعي ان هو يتسد والميه تطلع فوق. يعني مثلا دي حته بطيخ انا هرميها كده في الحوض ونزلت جوه، تمام؟ فطبيعي ان الحوض هيتسد، تمام؟ فتبص تلاقي هنا في امريكا بقى في كل البيوت، مش مثلا بيوت الاغنياء بس ولا بتاع، في حاجه اسمها جاربيج ديسبوزال. ده عباره عن خلاط، تمام، ترمي فيه قشر الفواكه، ترمي فيه الليمون، ترمي فيه قشر البرتقال، ترمي فيه الحاجات كلها، تمام؟ وبعدين هيتسد معاك الحوض، هيتسد. يرمي فيه البطيخه اهو، حلو الكلام؟ الحوض هيتسد، تمام؟ فلما يتسد بقى بص بتعمل ايه؟ هنا في زرار، تعمل كده طبعا ما ينفعش تحط ايدك وهو شغال، لانك لو حطيت ايدك تحت دي في خلاط يقطع على طول الصوابع، يقطع لك اي حاجه موجوده تسد لك الحوض يقطع لك. بصوا الحوض التاني عادي ما فيهوش حاجه، انما ده في دايما بيبقى الحوض اللي على اليمين في جاربيج ديسبوزل، هو اسمه اي سي اي ديسبوزر. اوكي، ده علشان خاطر قشر الليمون، قشر البرتقال، فلما تيجي دلوقتي حاطط فيه قشر بطيخ فاتفرم جوه، فعمر ما ايه ما الحوض يتسد مهما عندك الميه عاليه. تشغل ده كده يفرم كل اللي جوه، وكمان يطلع لك لو انت حاطط ليمون او برتقان او قشر ليمون او قشر برتقان او حاجه كده او بطيخ، يطلع لك بقى ريحه الفواكه او الخضروات اللي انت رميتها دي، فيطلع من الحوض ريحه حلوه كمان. فطبعا حبيت اوريكو الجاربج ديسبوسر ده، لان هو او ديسبوسر، لان هو مكتوب ديسبوسر بس انا بقولها ديسبوس، بقى لي 20 سنه بقولها غلط. لان هو حاجه مش موجوده عندنا، ما شفتهاش لا في الدول العربيه ولا شفتها في اوروبا، انما شفتها هنا في امريكا كل المطابخ فيها جاربج ديسبوزال. وانا مش عارف لو قدرت اوريكو، عم في سكينه جوه يعني زي الخلاط بالظبط كده، تمام، دي بتلف بتطحن اي حاجه يعني تحط فيها اهو كده، تمام. وطبعا دي تسد الحوض وتقوم شغال. عايز اقول لك مطلعه لي ريحه بطيخ دلوقتي من البتاع، طبعا جميله جدا. بس بقى ما تقدرش ترمي في حاجات من اللي بتعفن، زي مثلا ايه الجلد بتاع الفراخ او اللحمه او الكلام ده كله، انما الفواكه والخضروات والكلام ده كله لا، ارمي القشر براحتك وهيطحنه وهيطلع لك ريحه الفاكهه على فكره، فدي برده حاجه جميله جدا. وفي يوم من الايام لما بيتسد بقى بيبقى كله مثلا بواقي اطباق قرف واكل وبتاع مش عارف ايه، في مسحوق صغير كده بتحطه هنا كده وتمام، ويخش هو يتفرم يطلع لك برده ريحه حلوه. فده عشان الحوض، اختراع يعني علشان الحوض ما يسدش، ده موجود في كل بيوت امريكا، تمام. دي برده حاجه تانية من الحاجات اللي كان نفسي اقول لكم عليها، ومريحه جدا لست البيت واي حد بيستعمل المطبخ كتير. يلا على اللي بعده. كنت بكلمكم عن الحشرات. بصوا حشرة غريبة جدا، مش عارف الحشرة دي ايه نوعها، انا عبارة عن شكل نملة، مش عارف شايفينها انتوا، مش باينة طبعا، شكل نملة بس بتطير، تمام. هنا في فراشة سودة واقفة، فراشة سودة
ثمن بره، وهنا في وصب بيت وصب، وفي وصب تاني هنا اهو، او اللي هو عش الضبابير واقفين اهم. طبعا لولا السلك ده كان دخل لي بلاوي. الناس بتقولي مفيش في امريكا حشرات، الحر مخلي حشرات عجيبه تطلع علينا. يا عم وقف خليني اصورك، الكاميرا مش عارفه تجيبك زوم. طب ندوس هنا كده يمكن انت تيجي زوم. ابص بدا يتحرك، خايف من التليفون، بدا يتحرك اهو. تعالى يا عم يما. بس